واحد بيحكي لي وبيقول لي كنت قاعد في يوم لقيت ابني دخل عليا وبيقول لي بص يا بابا الايس كريم ده طعمه جميل قوي. قلت له الف هنا يا حبيبي. قال لي تعرف بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي ب3 جنيه. قلت له ب3 جنيه ازاي يا حبيبي وانا وانت بنجيبه على طول ب5 جنيه؟ قال لي ما هو الراجل تقريبا اتلخبط ورجع لي 2 جنيه. سالته وانت عارف انه هو اتلخبط وكان اغلى من كده؟ رد وقال لي ايوه يا بابا. قلت له طب عملت كده ليه يا حبيبي؟ قال لي عادي يا بابا، ما حضرتك قلت عادي. قلت له انا قلت عادي؟ راح صدمني بيب. قال لي يا بابا مش حضرتك من فتره كنت بتشتري عيش وتحركنا بالعربيه ولقيت الراجل حاطط رغيفين زياده ومشينا ما رجعناش تاني وقلت خلاص عادي ومش مشكله؟ بيقول لي انا عينيا برقت، اتصدمت حرفيا، انا فعلا عملت كده. بس وانا راجع من شغلي بعدها حاولت على الراجل واديته فرق الفلوس لكن ابني ما شافش المشهد ده وعمل زي ما انا عملت بالظبط بدون ما يحس انه غلط واعتبر ان ده شيء عادي زي ما انا قلت بالظبط. طبعا فهمته غلطه وحكيت له على اللي عملته، صححت له مفاهيمه، بس يوميها ادركت حاجه مهمه جدا، عين ابنك زي الكاميرا بتسجل لك انت بالذات، بتسجل كل تصرفاتك وبيخزنه جواه وبيتعامل بيه على انه سلوك مظبوط. لذلك خلي بالك من تصرفاتك قدام ابنك وما تقولش ده طفل مش هيفهم. ابدا والله ابنك فاهم وواعي وبيقلدك، بيكتسب كل خبراته منك، بياخد القيم والمبادئ في التعاملات منك، حتى طريقة الكلام والألفاظ بياخدها منك. ابنك ما بيشوفش غير الصورة اللي قدامه بس، ما يعرفش تفاصيلها واللي وراها ولا هيفهم يعني ايه مبررات. فدايما خلي الصورة اللي بتظهر قدامه صورة واضحة، تعمل كل حاجة نافعة تضيف له قيمة تخليه يفهم، يفهم يعني ايه خير وشر، صح وغلط. وفي نفس الوقت كل حاجة بتثبت في دماغه، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر مستحيل يتمسح أو يروح، وجيل بيسلم جيل وتلاقي نفسك من موقف واحد بس زرعت قيمة في أجيال أنت ما شفتهاش لكن أنت مصدرها الوحيد. لو عرفتوا قيمة اللي بتعملوه مع أولادكم هتعرفوا أنه هو ده طريق التربية اللي يمكن ما تكونوش واخدين بالكم منه أو حتى ما تقصدوش تربوهم كده، لكن ابنك ملاحظ شايف وفاهم وهيقلدك. فحاولوا دايما تاخدوا بالكم انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه قدامهم، والطفل شايف ان دايما اهله ابطال خارقين وشايفهم ان هم طول الوقت صح، واي تصرف بيترجم ان هو ده الصح حتى لو غلط. الموضوع خطير جدا على فكره، فخلوا بالكم منه وركزوا، وربنا يحفظ لكم ولادكم وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا. خلصت القصه وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.